اليوم عندنا الطبق الرئيسي رح يكون كفتة، رح نعمل صينية كفتة مع البطاطس مع الخضار بالفرن، ورح نعمل مع بعض كمان سلطة مكسيكية، وبالآخر رح نعمل كيكة بالأناناس. رح نبتدي أول شي بالكفتة أو بالكفتة مثل ما نحن بنقول عنا، كفتة بالبطاطس بالفرن. عفوا، خلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لنص كيلو لحمة بقر، بصلة وسط مفرومة، نص كوب بقدونس، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة فلفل أحمر، أربع حبات طماطم مقطعة حلقات، كوب فلفل أحمر مقطع مكعبات كبيرة، كوب فلفل أخضر مقطع مكعبات كبيرة، نص كيلو بطاطس مقطع حلقات، اثنين أو بصلتين وسط مقطعين شرائح، نص كيلو صلصة طماطم، اثنين أو ملعقتين كبيرة زيت نباتي. لكن هيدي هي المقادير. مثل ما شفتوا عنا اللحمة وعنا البطاطس، بس معهم طبعا بدنا قد ما فينا نكون عم نكتر الخضار، مشان هيك حاطين حتى فلفل حتى طماطم حتى بصل، حتى نكون عم نعمل صينية كفتة مع البطاطس مع الخضار صحية كتير. أول شي رح ابتدي فيها هو بالخلاط، بدي أحط اللحمة تعملها كفتة. لكن عم بستعمل لحمة مفرومة، بقر حمرة طبعا، بالخلاط كمان رح أحط البصل، رح أحط بقدونس. لكن نحن هلا هون عم نعمل الكفتة أو الكفتة، حط كل المقادير اللي نحن بحاجة لها مع بعضهم بالخلاط. رح أحط كمان معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة فلفل، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر اللي هو البابريكا، ورح أتركهم لحتى ينخلطوا منيح مع بعضهم ليصيروا متماسكين ويصيروا على شكل كفتة. لكينا الكفتة صارت جاهزة، رح ناخد هاللحمة ونعملها على شكل كمان حلقات. تنرجع نحطها بالصينية مع الخضار التانية اللي قدامنا اللي هي جاهزة كمان. طيب هيدي الكفتة، نعملها على شكل حلقات هيك، فيكم انتم تعملوها الحجم اللي بدكم اياه، انا بفضل يكون هيك حجمها صغير. ليش بفضل دايما نكون لما عم نحضر مثلا اي نوع اكل، مثلا بدنا نعمل صوابع او بدنا نعمل دواير هيك صغار، هيك اذا اكلنا اثنين ثلاثة مثلا او اربعة بقطع صغيرة، غير ما ناكل مثلا أربعة بقطع كبيرة. فدايما هيدي مثل تقنية، يعني إذا في سميها تقنية، نتذاكى شوي على حالنا بطريقة إنه نحن نشتغل نفسيا على الموضوع. لأنه يعني نحن مثلا بنحب
لما نكون عم ناكل مثلا اذا عندنا طبق كبير او طبق صغير، على الحالتين لازم نعبيه على الاخر حتى نكون مرتاحين نفسيا، تنكون انه نحن عم ناكل. فبدل ما نستعمل طبق كتير كبير ونغرف فيه ونقول انه نحن عم ناكل الطبق كله، فينا نحط طبق اصغر شوي ونغرفه ونعبيه وناكل الطبق كله. هيك نفسيا بنكون ارتحنا انه نحن اكلنا طبق كله، بس نفس الوقت اذا حجم الصحن صغير اصغر من العاده رح نكون عم ناكل كميه اقل، وهالكميه الاقل هي بتكون عم تخلينا نكون مثل طريقه نخسر فيها وزن. نفس الشيء للكفته، صغروا الاحجام وتناولوا مثلا بدل ما تاخذوا 2 أو 3 خذوا 4 أو 5 قطع، هيك بتكونوا حسيتوا حالكم اكلتوا اكثر، بس هو فعليا اكلته اقل لانه حجم الكفته اصغر. معي اتصال. الو، مساء الخير ام احمد. مساء الخير، ازي حضرتك يا دكتوره؟ كل سنه وانت طيبه. كويسه ميرسي وانت طيبه. بقول لحضرتك انا قريت مرتين عن الشاي ابو لبن، مره قالوا بيجيب بدعننا سرطان، ومره قالوا بيعمل حصوات في الكلى، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ سؤال كمان معلش، بالنسبه للحمه اذا كانت كفته مثلا ومعاها البصل والبقدونس وكده تبقى مضره زي اللحمه اللي هي القطع لوحديها؟ وألف شكر يا دكتورة. هتبقى مضرة لو فيها البصل والبقدونس؟ القطعة اللي تبقى لوحديها. وبالنسبة للبن مع الشاي، قال مضر بيقولوا بيعمل مرض وحش، ورجع قريت إن بيعمل حصوات في الكلى. ماشي، حاضر، ميرسي على اتصالك يا ام احمد. حجاوبك على السؤالين. اول شيء خلينا نبتدي باللبن مع الشاي. اللبن مع الشاي ما بيعمل سرطان. اول سؤال كان انه هل بيعمل سرطان وامراض مضره؟ لا، ما بيعمل سرطان. واللبن وحده اللي هو الكالسيوم اللي موجود باللبن، اذا كنا عم ناخذ كميه كثير كبيره بالكالسيوم يوميا اللي هي مش يعني قليلين منا لحتى نوصل اصلا لاحتياجاتنا، لما نتخطى احتياجاتنا بالكالسيوم واللي هي قليل لتصير، ممكن الكالسيوم يكون عم يعمل حصو بالكلى. هي بتصير لما مثلا نكون عم ناخذ سبلمنت يعني حبوب الكالسيوم، مثلا ناخذها كذا مره باليوم، او نكون عم ناخذ حبوب الكالسيوم وبعدنا عم نشرب مثلا 4 أو 5 كبايات لبن باليوم، او اذا نحن معرضين لحتى يكون عندنا حصو بالكلى، ممكن تكون الكالسيوم حبوب الكالسيوم والكالسيوم الموجود باللبن يعملنا حصو بالكلى، بس مش يعني لازم نوقف تناول الكالسيوم لانه هذا الشيء مش كثير بيصير، مش ما بيصير معنا لانه احنا اصلا ما بناخذ احتياجاتنا من الكالسيوم. فكتير مهم نامن احتياجاتنا، مش اقل اكيد ومش اكثر تنتفادى الحصو، انما مش الشاي باللبن، هو الكالسيوم وحده يعني الكالسيوم اللي موجود باللبن. وهل الشاي باللبن كمان يعني مضر بطريقه انه سرطان؟ لا، حصو بالكلى قلنا لا الا اذا عم ناخذ كثير كالسيوم. بس الفكره شو اضرار الشاي باللبن؟ هو انه الشاي بيمنع امتصاص الكالسيوم. الشاي يعني في مواد موجوده بقلب الشاي بتمنع امتصاص الكالسيوم، هيدا ضرر بس الشاي باللبن، انه ما نخلطهم مع بعض، افضل نشرب شاي وحده ولبن وحده. هلا ثاني سؤال اللي هو عن الكفته او عن الكفته، هل انه نحن نتناول لحمه واحده احسن من انه نكون عم نتناولها على شكل كفته او كفته مع البقدونس والبصل؟ طبعا لا، ما هي اللحمه هي ذاتها اللحمه المفرومه، يا اما ممكن نتناولها على شكل لحمه مفرومه او على شكل لحمه مثلا مخلوطه من دون خضار، او ممكن نحط لها الخضار الثانيه اللي هي البقدونس والبصل وتصير عندنا كفته. فبكل الحالات نحن بالعكس، انا بالنسبه لي الكفته صحيه اكثر لانه عم تحطي خضار معها للحمه، عم تستفيدي من البقدونس والبصل. فاكيد انا بالنسبه لي انه نتناول الكفته على شكل نتناول اللحمه على شكل كفته او كفته صحيه اكثر. بس بكل الحالات ما في فرق، يعني مش اذا تناولنا لحمه واحده رح نكون عم نستفيد من الفوائد اللي موجوده باللحمه، ان كان البروتينات ولا الفيتامينات ولا المعادن اكثر، لا، جسمنا رح يمتصهم بالحالتين بشكل كثير منيح، ان كان كفته ولا ان كان لحمه من دون بقدونس وبصل. طيب هلا هون حطيت لكينا البطاطس، رح ارجع احط الخضار كلهم، عند الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، البصل. كل ما كترنا خضار طبعا كل ما استفدنا اكثر. رح ارجع احط الكفته بهيدي الطريقه،
وراح احط الطماطم من فوق على الكفته حتى هيك ميه الطماطم تنزل على الكفته كمان وتصير ما تكون ناشفه، يعني اللحمه تصير جوسي اكثر او ما تكون ناشفه. هيدي الكفته صفيتها طماطم المقطعه حلقات. الطبق اللي عم بعمله طبق كتير صحي مثل ما شفتوا لهلا، بعد ما حطيت زيت ابدا. اللحمه اللي عم بستعملها لحمه بقر قليله الوحدات الحرق، قليله الدهون، يعني لما تكون لحمه حمراء بقر بتكون الدهون المشبعه فيها اقل من العاده، وهيك بنكون عم نستفيد انه عم ناخد دهون اقل. رح انتقل هلا للصلصه. صلصة هي صلصة طماطم، طماطم طبيعية مضروبة بالخلاط. على الصلصة مع الصلصة رح حط ملعقتين زيت، زيت نباتي، يعني كل الصحن اللي قدامكم كل هالصينية فيها ملعقتين زيت، ورح حط كمان رشة ملح صغيرة مع الصلصة ورشة فلفل. رح وزع الصلصة كلها على الكفتة لكينا من دون ما نكون عم نحمر الكفته من قبل، من دون ما نكون عم نحمر البطاطس من قبل بوقت. هلا صحيح رح تاخذ شويه وقت بالفرن اكثر لما تكون البطاطس مش محمره، انما صحيا هون عم نستفيد كثير لانه ما عم ناخذ ولا شوي ولا نقطه زيت من الزيت اللي نحن عاده كنا معودين نحمر البطاطس، يعني اهالينا معودين انه يحمروا لنا البطاطس لما نعمل صينيه كفته بالبطاطس. فهون هذا الشيء عم نوفر كتير وحدات حرارية وكتير دهون مشبعة منا صحية موجودة أو بتنمجد بالأكل لما يتحمر. فبعدوا عن هالخصلة أو عن هالعادة المش مظبوطة، وحطوا أو البطاطس نية مثل ما أنا حطيتها، وهيك ساعتها بتاخذ شوية وقت بالفرن أكتر، أو فيكن تسلقوا البطاطس نص سلقة يعني على نار بقلب طنجرة، بتخلوا المي تغلي منيح، ترجعوا بتحطوا فيها البطاطس لمدة تنقول 5 دقايق بس لحتى شوي تكون عم تنسلق مش لحتى تتهرس كتير، وبترجعوا بتشلوها، هيك ما بتاخد معكم وقت كتير بالفرن. هيدي صينية الكفتة والبطاطس مع الخضار مع الصلصة صارت جاهزة لحتى تنحط بالفرن. الفرن طبعا داير وحامي من قبل بوقت. رح نحطها تقريبا لمدة نص ساعة إلى أن البطاطس تستوي والكفتة تستوي. خلونا هلا ناخد بريك صغير ومن بعدها بنرجع لنكمل بقية حلقتنا.